قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. فصل. والذي يوجب الغسل ستة أشياء. يبقى فرائض الوضوء ستة أشياء، والذي يوجب الغسل ستة أشياء، ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء، يعني وثلاثة ينفرد بها النساء، يبقى ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء، وهي التقاء الختانين. التقاء الختانين يعني العلاقة اللي بين الرجل وزوجته، إذا حدثت يبقى إذن يغتسل. يغتسل يعني إيه؟ يعني المية تصل إلى كل جسده، بدلك ولا من غير دلك؟ الغسل عند الشافعي بلا دلك، عند الإمام مالك بدلك، لكن الشافعي يرى انك انت لو غطست في حمام السباحة وطلعت خلاص كده بقيت طاهر تمام.